مشاهدين أهلا بكم في فقرة جديدة من قرآنيات. إن الساعة آتية اقتربت الساعة وانشق القمر، حديث بعثت أنا والساعة كهاتين. أخي مالك، أهلا بك أخت فرحة. إيه حكاية الساعة دي؟ فعلا محمد إجا للناس خبرهم على أني الساعة قادمة جدا قريبة. خبرهم في ثلاث آيات موجودة على الشاشة. الآية الأولى بتقول أن الساعة آتية في سورة طه الآية 5، ثم قال اقتربت الساعة وانشق القمر في سورة القمر الآية 1، ثم قال أزفت الآزفة. الرجل وعد الناس بأن الساعة جدا قريبة، ووعد المستمعين أنهم سيشهدون بأم أعينهم نهاية العالم ودمار العالم، الكارثة الكبرى التي ستنتهي فيها البشرية، ولكن هذا الوعد لم يتحقق. أيوة، أنت بتقول وعد المستمعين، لفت نظري أو لفت ودني أن المستمعين كان وعد ليهم اللي كانوا موجودين. نعم. مش يعني أنا كنت هقول لك يمكن على بعد فترة طويلة، يعني هي الساعة بعد فترة طويلة، لأن يوم عند الله غير كألف سنة يعني مثلا. صحيح، كان ممكن يكون هيك، ممكن الشخص يقول لا، ربما كان يقصد محمد أن حديثه للمستمعين حديث وعد مستقبلي وليس حديث فوري. ولكن في عنا آية أخرى. تفضل. الآية مهمة جدا لأنه إجت في المدينة، محمد في المدينة، قال الناس بالحرف الواحد في الآية 18 من سورة محمد. إيه؟ فهل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أيوة. فالنقطة الملفتة للنظر في هالآية أخت فرحة أن الرجل قال للمستمعين ها هي الأشراط الساعة، يعني هي العلامات. نعم. تفضل. طيب يمكن الشخص يقول طب ما هي علامات هذه الساعة؟ أني يعني ماذا ادعى محمد من علامات؟ نحن لا نعرف ماذا ادعى من علامات. هل يا ترى مرض ظواهر فيزيائية أو جغرافية أو أعاصير أو زلازل أثناء هذه الآية وادعى محمد أنها أشراط الساعة؟ لا نعلم، ولكن نحن واثقين أن محمدا ادعى أن الساعة قادمة معه. كيف؟ لما أنت ذكرت الأخ المشاهد بحديث شهير بعثت وأنا والساعة كهاتين، هذا الحديث الشهير موجود وليس في مصدر أو مصدرين، ولكن موجود في مجموعة من المصادر، منه البخاري ومسلم وآخرين أيضا. إذن فهذا حديث موثق مثبت إلى محمد. صحيح الرجل الذي تحرى آلاف الأحاديث واختار فقط البعض منها المئات، البخاري تحرى في صدق حديث بعثت أنا والساعة كهاتين. فالرجل وعد المستمعين أن الساعة قد قاربت جدا، وأحد علاماته هي وجودي أنا نبي. طيب. أنا بعثت أنا والساعة، أنا سوف أتي وسوف تحل الساعة معي. طيب، ما ظهرتش الساعة، ماشي؟ نعم. وإحنا دلوقتي سنة ألف، يعني بعد 1400 سنة من وجود محمد أصلا يعني، أو أكتر يعني شوي، ده يعني إيه؟ هذا يعني في الحقيقة أني أخت فرحة أن إعلانات القرآن في أن الساعة جدا قريبة هي كانت إعلانات مزاجية من محمد، وأنا ادعاء محمد أنه بعث هو والساعة كهاتين ادعاء زائف غير صادق. كان الرجل يقدم لهم ادعاءات زائفة لإقناعهم بدعوتي. طب ممكن تكون أشراطها دي ساعة لما كان بيشوف كسوف القمر؟ على فرض حدث أي ظاهرة فيزيائية قلنا أو جغرافية، الرجل دعا بشكل صريح أن أشراط الساعة هذه هي وسوف تتحقق. يعني حتى لو حدث شيء ما وادعى أنه إحنا بعد يوم يومين دخلنا في الساعة وفي القيامة. فالرجل مات ومنذ أكثر من 1400 سنة، والذي بعث هو والساعة كهاتين لم تأتي الساعة بعد. طب الرجل اللي هو المفروض بياخد بيستقي كلامه من الله، لو ما صدقش في الكلام ده يبقى إيه؟ فهذا الواضح. طبعا الأخ المسلم المشاهد رح نسأله السؤال، في حال فعلا أني إذا أنت فعلا عندك حديث قاله رجل أني بعثت أنا والساعة كهاتين ثم لم تأتي هاتين الساعة، لأن الرجل مات منذ 1400 سنة، ولديك على الأقل أربع آيات وعد فيها بقرب الساعة، وقال أن قد جاءت أشراطها في صورة محمد، فأين أشراط الساعة التي رأها محمد ثم مرت 1400 سنة ولم تتحقق هذه الساعة؟ شكرا أخي مالك، شوفونا في فقرة جديدة من قرآنيات.